وبتنضم لنا عبر سكايب رحمة محمد، معلمة لغة برايل وكاتبة من دوحة عرمون بلبنان. أهلا وسهلا فيك يا رحمة، صباح الخير. ضيفتنا لليوم. أهلا وسهلا رحمة، صباح الخير. أهلا فيك، صباح النور. كيفك يا رحمة؟ إن شاء الله بخير. أول شيء طمنينا عنك، بما أنه الأوضاع شوي بلبنان متأزمة أو ما منيحة، إن شاء الله أنتم بعيدين عن كل هاي القصص وعن القصف. الحمد لله، لا حوالينا ما في شيء. ألف الحمد لله يا رب. الحمد طيب لله. تحكي لنا شوي عن حالك رحمة، قديش عمرك؟ كيف تعلمتي أنت لغة برايل؟ وكيف فكرتي أنك تبلشي تعلميها عبر وسائل التواصل؟ أول شيء أنا تعلمتها من أنا وصغيرة بمدرستي، كنت بمدرسة خاصة فيها يعني عدة إنه بيستقبلوا طلاب من عدة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني السمعية البصرية وكل هدول، وأنا كنت بهي المدرسة، ومن ضمنها تعلمت كتابة يعني بطريقة برايل، هي طريقة بيستعملوها كل المكفوفين للكتابة. وأما بخصوص أني كيف فكرت أني أعلمها للناس، حبيت أعطي الناس وعي بهالأمر، يعني كونه ما كتير بينحكى عنه، ومشروعي أصلاً قائم على أنه يصير في كتب بالسوق للمكفوفين. يعني أنا ككفيفة لما بدي أجي وأقرأ رواية ما لها متوفرة بطريقة برايل، وما لها متوفرة أنه أنا أروح أسمعها مثلاً، مع أنه المصريين العاديين فيهم يشتروا أي كتاب وأي رواية من المكتبة ويقرأوه بشكل عادي. فأنا هدفي أنه وصل المكفوفين لهالمرحلة، وأنتوا كمان فيكم تشتروا كتب. حلو حلو يا رحمة، أنت فعلا إلك نصيب من اسمك، لأنه رح تكوني رحمة لعدد كبير من المكفوفين. صحيح. اللي ممكن يتعلموا لغة برايل عن طريقك. حكينا عن الصعوبات اللي ممكن تواجه أي كفيف بتعلم اللغة. الصعوبات اللي ممكن تواجه أي كفيف هي أول شيء المطبعة، لأنه هي أبدا ما أنا متوفرة بين جميع الأيادي، يعني حتى أنا أصلا ما كان عندي مطبعة، وهي المطبعة اللي أنا عم علم عليها هي لصديقي جادعي تاني، شركاء كلياتنا بالمشروع، يعني هو كمان حدا كفيف، ورفيقتنا رابكا طنوس كمان كلياتنا ساهمنا بهذا المشروع وأسسناه سوا. فهي المطبعة أول شيء صعب كتير تتوفر، ما لها موجودة إلا بالمدارس المختصة أو إذا حدا بيشتريها. فأول شيء أول صعوبة بتكون بتوفير المطبعة لأنه حدا يكتب، وتاني شيء بأنه حدا يكون شاطر، بدها حدا شاطر، لأنه هي بتعتمد على اللمس ما بتعتمد على النظر، على اللمس أكثر من هي النظر، لأنه هن عبارة عن أحرف نافرة صغيرة. صحيح. حلو. طيب بالنسبة إليك رحمة، يعني وأنت عم تشتغلي على هذا المشروع وفكرتي أنه تساعدي كثير من الكفيفين عبر وسائل التواصل حتى يتعلموا على نفس النمط من القراءة، يمكن عم تكسري لهم حاجز كثير كبير عندهم، هل من الممكن أنه أيضا المبصرين يكونوا ضمن الطلاب اللي عم يتعلموا معك عبر وسائل التواصل، أم حصرا ما حدا حيقدر يتعلم فيها إلا الكفيفين؟ لا طبعا المبصرين كمان فيهم يتعلموا اذا كان عندهم انه اجتهاد بهذا الموضوع، لانه بيتطلب تعب. انه انا مثلا اذا بدي اجي اعلمك انت ما فيك تضلي عم تطلعي بعيونك طوال الوقت على النقط، لانه بيتعب عضله العين، النقط كثير صغيره وبتتعب عضله العين، فانت بدك تركزي على اللمس، على اصابعك اكثر شيء، انت شو هدول الاحرف اللي تحت ايدك، يعني حتى تعرفي هذا الحرف مختلف عن الحرف الثاني، بدك تركزي لتحفظي شكل هذا وشكل هذا. بينما انتم على اللمس بتميزوا بيناتهم، ما انتم مضطرين لاي شيء ثاني ولا حتى لصوت الحرف. يبدو في تقطع بالاتصال. رحمة نحن عم تسمعينا؟ عم تسمعينا رحمة؟ عم يقطع الصوت، لسه عم يتقطع الصوت. طيب بنتمنى انه يكون الاتصال افضل، وحابب اسالك انه كيف ممكن يعني تتغير حياة اي كفيف مثلا من خلال تعلمه للغة؟ عم تسمعينا بداية؟ سامعتكم. تمام. طيب كثير حلو. يعني حابب اعرف انا حياتك قبل ما تتعلمي لغة برايل وبعد ما تعلمتي، قد ايه فرقت؟ هلا انا بصراحة قلت لكم انه تعلمتها من لما كنت صغيرة، فانا كنت صغيرة ما كنت اعرف لسه انه
لازم أقرأ هي أو هي، يعني أنا تعلمتها من الابتدائي كيف إنه أنتوا بتتعلموا بالصف الأول ألف باء تاء، نفس المبدأ. يعني أنا أعتبر إنه درست على الخط المستقيم نفسه تبع الدراسة للناس العاديين. حلو. طيب وبالنسبة للسلسلة التعليمية اللي أطلقتيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل ختمتيها يعني أو لسه عم تنزلي فيديوهات؟ وشو يعني من ألف إلى الياء شو بتتضمن؟ هلأ نحن عملنا أول شيء سلسلة للأحرف العربية وخلصناها من فترة، حلو، شهر رمضان المبارك، ورجعنا بعد شهر رمضان بلشنا بالسلسلة الإنجليزية. على الأغلب لسه في كم فيديو، وبعدين بس نخلص من الأحرف يعني رح ننتقل لسلسلات تانية. طبعاً لسه عنا كتير أمور رح نحكي عن ناس مكفوفين وموهوبين شو قدموا وشو ساهموا بتطور شغلات بهي بالعالم. طيب بالنسبة لك رحمة، أنت عم تفكري أنه تبقي فقط تتواصلي مع المكفوفين وتعليمهم من خلال وسائل التواصل، أم حاطة ببالك أنه ضمن المشروع اللي عم تشتغلوا فيه توسعوا نطاق عملكم بحيث لربما تعملوا ورشات أو حتى تنتقلوا لمناطق تانية تعلموا فيها بشكل مباشر؟ أي طبعا، أنا لو بصح لي طلاب يعني وقريبين علي بعلمهم، وأنا عن جديد بدي ساوي ورقة تطوع بمدرستي نفسها مشان ساعد الأستاذ اللي علمني، وبشكره كتير عن جد أستاذ ربيع جمال، لولا نحن كلنا كطلاب وما وصلنا لهالمرحلة. أكيد تحياتي له. عم بلش أنه تقريبا ببداية أنه تعليمي للطلاب بشكل مباشر من خلال مدرستي ورقة التطوع اللي رح ساويها. حلو. طيب خبرني أحد الأشخاص أنك عم تكتبي رواية بلغة برايل، شو الرواية، شو تفاصيلها، شو عنوانها، عن شو بتحكي؟ هلأ الرواية لسه أنا ما حطيت العنوان، أنا ما بحب حط عناوين للقصص، أنا بكتب قصص إنه مو بس روايات، قصص بس بكتبهم على التليفون يعني، وبنشرهم من خلال الفيسبوك وجروبات وهيك شغلة. فهلأ الرواية لسه ما على الأغلب يكون عنوانها رسائل إلى بحر، وهي عبارة عن رسائل هيك بنت بيكون عندها مشكلة بحياتها وبتكتب رسائل لحدا مجهول وهي بتكون مسميته بحر. طيب انت بمطلق الاحوال لما بتحبي تكتبي لمين او شو هي القصص اللي بتحبي تكتبيها؟ هل هي عن موضوع معين، هل هي لشخص معين، او لمشكله مثلا صارت معك بالحياه بتروحي بتعملي عنها قصه وبتنزليها؟ لا انا لما بدي اكتب قصه يعني بحط سيناريو كامل، مثل كاني عم اكتب سيناريو كامل، اشخاص مختلفين عني، حياه بعيده عني، ناس وقصص. كل التوفيق لك يا رحمة، وفعلا أنت عم تعملي عمل عظيم بتعليمك لغة برايل للمكفوفين. كل التوفيق لك مرة تانية رحمة محمد، معلمة لغة برايل وكاتبة أيضا، نتمنى أنه نقرأ كتاباتك قريبا. بس آخر سؤال، في حدا بيساعدك مثلا أنه بيقرأ لك التعليقات تحت الدروس أو شيء؟ لا نحن كمكفوفين نستعمل برنامج اسمه تعليق صوتي على التليفون، هذا متواجد اكثر شيء بمنتجات ابل اللي هو على الايفون يعني. صحيح. بيجي من التليفون وفيه بتشغله وبستعمل التليفون لحالي بشكل طبيعي. كل التوفيق لكم وتحياتنا لكل الفريق. شكرا شكرا رحمة. مع الاسف عم يكون في كثير تقطيع بالصوت فما عم نقدر نسمع كل شيء عم تقوله رحمة. شكرا رحمة ونهارك سعيد، تحياتنا مرة تانية لكل الفريق.